وصولنا لليوم النسخة السادسة من الملتقى الآفاق للتنمية والثقافة. الأكيد أن هذه المشاركة تنتظر منها فعلا إيجابيا. كيف يمكن أن توضحوا للقراء والمستمعين جودة أصوات هذا الأمر؟ أهلا وسهلا بكم. جاءت رسالة أو تمثيلي لهذا الملتقى السادس أني أشارك فيه ممثلا للمجلس الاستشاري للشباب الأفريقي في المغرب. فكانت لي مشاركة العام الماضي في الملتقى الخامس، وهناك أيضا فرق كبير جدا بين كان النسخة الخامسة والنسخة السادسة في ناحية التنظيم. فالتنظيم كان هذه المرة تنظيم جيد جدا، وتعرفنا أيضا على وجوه جديدة منهم المحتفى به الكاتب محمد برادة، وكان أيضا شعاره فيه تلاقح الثقافات آفاق وتحديات، وكان يعني الحضور مشرف جدا. تعرفنا ايضا على دول جديده، مشاركين جدا من دول مثل مصر وتونس وبعض الدول العربيه الاخرى. نتمنى في هذه الندوه او في هذا الملتقى ان تكون يعني المشاركات، لازال عندنا بعض المشاركات اللي حضرنا لها، لكن نرجو ان تحقق مزيد من ايجابيات هذا الملتقى. سيد بشير مرحبا، شكرا. اهلا وسهلا بكم. انا نادية طاهر من الدار البيضاء، فاعله مدنيه وناشطه جمعويه وحقوقيه، ومثل المجتمع المدني في عده مجالات اهمها المجال الثقافي. وهذا هو سبب حضوري في هذا الملتقى السادس الذي هو من تنظيم منتدى الافاق الثقافيه للتنميه. فنحن هنا اليوم في تكريم هرم من الهرمات المغربية من كاتب رائد ناقد مميز ألا وهو السي محمد برادة. اليوم يعتبر اليوم الثاني من الملتقى، فيه ندوة من عدة دكاترة الذين أتوا من مجموعة البلدان المشاركة التي شاركت في هذا الملتقى، بحيث يجسدون المسار الثقافي للسيد المكرم السي محمد برادة، كل دكتور وكل أستاذ من جانبه، وكيف يرى منظور كل المشاركات التي ساهم وقام بها السيد محمد برادة. يعني الحصيلة والنتيجة المتوخاة من مثل هذه الملتقيات هي تجسيدا لنداءات وخطابات الملكية السامية التي كانت دائما تنص على تفعيل الثقافة، لأن بالثقافة هناك تلاحم ثقافات بين الشعوب وبين الأمم التي تكون دائما مشاركة في كل الملتقيات. والنتيجة المتوخاة منها هو تعزيز هذه الثقافة وتلحيمها، ثم إعطاء النهوض بها في عدة مجالات من اجتماعية اقتصادية ووطنية. فلهذا نشيد بأن تعم الفائدة، ولما لا تكون منتديات ولقاءات على الصعيد الجهوي والوطني وأيضا الكوني. شكرا. وحدا مرحبا، أهلا بك. اليوم تتحضروا النسخة السادسة للمنتدى، منتدى الأفاق والتنمية من فلسطين بطبيعة الحال السليبة. بغيناك تعطينا فكرة تقربنا من هذا الحضور، من هذه المشاركة ديالكم في هذا المنتدى، وبالتالي الاثار ديال هذا المنتدى. اسعد الله اوقاتك اوقات كل المشاهدين والمستمعين. حقيقه نحن نشارك باسم فلسطين في هذا الملتقى الثقافي العربي السادس تحت اسم قامه مغربيه عربيه نفتخر ونعتز بها، استاذ الكبير برادة. حقيقه هذه المشاركه تاتي في اطار تعزيز الحضور الشبابي في الملتقيات الثقافيه العربيه، لا سيما إننا نحمي رسالة فلسطين الجريحة، فلسطين التي تقاتل بلحمها الحي للدفاع عن القدس وعن المقدسات. بالتالي شكلت القدس على الدوام
معهد الحضارات ومعهد الحوار لكل الأديان ولكل الثقافات. من هان بتكون رسالة فلسطين للحفاظ على التراث الوطني الكبير، للحفاظ على التراث العربي، التراث الإسلامي في هذه البلد المقدسة. احنا بنشارك طبعا في هذا الملتقى في مدينة خريبكة المغربية التي تربطنا فيها كل العلاقات الطيبة في الشعب المغربي، كل العلاقات الجميلة والرائعة اللي بنشعر أنهم شركاء معنا بالدفاع عن قضيتنا، عن تراثنا، عن بلدنا. بالتالي هذا جزء من معركة المواجهة المفتوحة بيننا وبين الكيان على كل الأصعدة، في المستوى الثقافي، في المستوى السياسي، في المستوى الاجتماعي. ومن هان إحنا بصراحة بنوصل رسالتنا لأهمية الدفاع عن القدس في كل مكوناتها الثقافية والاجتماعية العمرانية، حتى حدودها الجغرافية، لا سيما وأنه الآن هي بتخوض معركة كبيرة جدا 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 للحفاظ على عروبتها، على إسلاميتها. وبالتالي هي المشاركة تأتي استمرار لهذا لأشكل من أشكال الدفاع عن هذه المدينة. أستاذ عبد المنعم، شكرا للكلمة. شكرا لك أستاذ فهد جار الله، مرحبا من اليمن. شكرا لقبولكم الدعوة. اليوم تتحضروا النسخة السادسة من المنتدى الآفاق والتنمية بخريبكة من اليمن بطبيعة الحال، ولكم تصور أولا الآثار الإيجابي بطبيعة الحال لهذه الفعاليات. الحمد لله، يعتبر هذا الملتقى بالنسبة لي إنجاز عظيم، ولا شك أن له الأثر الطيب ثقافيا واجتماعيا. وقد تزين هذا الملتقى بحضور الأديب الكبير محمد برادة، وأصبح أو استفدنا فيه الكثير من النقاشات، واستفدنا فيه كثيرا من الآفاق. ولا شك أننا بحاجة لمثل هذه الملتقيات حتى تقوى الروابط الثقافية بين الإخوة العرب، وحتى تتداخل الثقافات والمعارف، ونتعرف على كل جديد فيما يخص الشعوب ويخصنا كدول عربية وشعوب عربية. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. نعم، شكرا. مثيل مرحبا. اليوم في اليوم تنحضروا اليوم الثاني او اليوم الثاني ديال في البرنامج ديال المنتدى الآفاق للتنمية والثقافة، وانتم كفاعلين في مجال الثقافة، مجال السينما، في مجال كذا، شنو هو بغينا نشوفوا هذه العلاقة الحوارية بين ثلاثة تيمات اللي كاينين في هذا المنتدى. كاين اول مسألة الثقافة، كاين مسألة التنمية، والثالث هو حوار الثقافات. دونك في علاقتهم دائما بما هو بالفعل الجمعوي، بالفعل الثقافي الى غير ذلك. كأثر اولا كنشكركم على هذه الاستفاده وعلى الفرصه اللي عطيتونا من اجل يعني الادلاء احنا برايي في هذه التظاهره الثقافيه اللي كنعتبروها كيفما كان الحال كنعتبروها واحد المتنفس بالنسبه للمدينه، سواء بالنسبة للفاعلين الثقافيين أو بالنسبة للساكنة، من أجل أولا أنها التعرف عن قرب على واحد مجموعة ديال الفعاليات الثقافية ديال البلاد، خصوصا في شخص المثقف الكبير والكاتب الكبير الأستاذ برادة. كما أنه بالنسبة لنا إحنا يعني كفاعلين جمعويين كتعطينا فرصة ديال أننا نجدد أنفسنا بطريقة أو بأخرى من خلال التفاعل التلاقح مع هذه الفعاليات هذا، واننا نقاربها يعني ونلامسها عن قرب، ونتفاعل معها عن قرب، ونناقشها عن قرب. وكنظن ان هذه فرصه يعني مباركه بالنسبه لنا كمثقفين، على اساس اننا ننمي يعني واحد مجموعه ديال المعارف، واحد مجموعه ديال الثقافات، وننمي يعني مجموعه افكار. وهي ايضا بالنسبه للمدينه هي تنميه بشريه من نوع خاص، لانها كتعطي الفرصه لواحد المجموعه ديال الناس على انهم يحضروا لواحد الندوات ويحضروا لواحد المستوى ديال النقاش اللي يمكن غادي يغني الساحه الثقافيه والساحه الجمعويه في المدينه. شكرا سي مراد بيتيل الفعيل الجمعوي الاستاذ، شكرا على بركه الله. اعتقد ان الملتقى لحظه مشعه في التاريخ الثقافي ديال مدينه خريبكة.
اعتبارات متعددة، لعل من أهمها أنه استطاع يجمع واحد مجموعة ديال الوجوه الثقافية المغربية والعربية. ثانيا أنه يحتفي برمز من رموز الثقافة العربية اللي هو السي محمد بن رادة. السي محمد بن رادة هو معلمة ماشي نقدية ولا أيضا إبداعية، ولكن معلمة إنسانية، فعلاقته بالوسط الفني والثقافي المغربي لا يجهلها أحد، فهو رجل قريب من كل المبدعين، رجل يرفع راية الثقافة بشكل جاد وجدي، رجل يعود له الفضل في جعل الجامعة المغربية تنفتح على مدارس نقدية عديدة متعددة، لعلها من أهمها هي البنيوية التكوينية لوسيان جولدمان، ثم فيما بعد مع الشكلانين الروس أساسا باختين ميكائيل باختين واللي ترجم له طبعا مجموعة من النصوص، وكاين كتاب بعنوان الشكلانين الروس ديال باختين فهو اللي ترجمه، بمعنى أن محمد بن رادة يلخص الدرس الأدبي والنقدي المغربي. إذن نعود إلى الملتقى، فبتكريم هذا الرجل وبجعل مجموعة من المبدعين يلتفون حوله فشي حاجة كبيرة كيحقق هذا الملتقى، وفي مدينة كمدينة خريبكة اللي فيها أدباءها فيها مبدعيها فيها فنانين ديالها. ومن هذا المنبر أنا كنشكر المسؤولين على اللقاء، وكنشكر مدينة خريبكة خاصة أنك تربطني بها علاقة كبيرة اللي علاقة سينمائية أولا من خلال حضور دورات عديدة متعددة ديال مهرجان السينما الإفريقية، وأيضا لكوني أشتغل مع صديق عزيز هو ابن خريبكة اللي هو عثمان أشقرة دكتور سعاد دكتور عثمان أشقرة طبعا اللي كان عندي حظ أننا نشتغل معاه على واحد السيناريو دياله هو اللي هو فيلم ولولة الروح واللي تصور في مدينة خريبكة، واللي كنتمنى أن نرجمه لخريبكة في القريب العاجل غادي يشوفه ويتفاعل معاه، وكنتمنى أنه ما يخيبش ظنهم ويكون فعلا يؤرخ المظاهر الثقافية والتاريخية لهذه المدينة المناضلة. شكرا أستاذ جواري لفعالية ومثقف كبير، ولو أن الكلمة كانت مقتضبة فهي عميقة جدا. شكرا. معهم الورشة هبة الزواوي سيسا حضرت معهم لهذه الورشة، كانت جميلة بزاف وما تقدرش تصورها غير من بعيد، يعني خصك تقرب باش تعرف، خصك تقرب باش تنظر الصور اللي صنعوا من قبل منا وعاد باش غنجيو حنا سيريهم لينا هبة نشوفوا هذيك الصورة معاك راه الترسمات فوالا كاين الالوان، اعطيني فكره على الالوان. ها هما هادو خدمتوا بهم؟ نعم المهم على اي نخدموا بهم الزملاء ديالك والاصدقاء من زمان اللي كانوا قرابين مني. خدمتوا بهذه الالوان الاصفر وي كتبت لي تما واحد اللوحه فنيه اللي صنعوها من قبل منا تلاميذ وتلميذات. نعم كانوا صراحه هما تلاميذ وتلميذات. نعم اذا كاين مجموعه ديال الصور داخلين كاين الضلام وكاين الصور تما. شكرا شكرا. الاسم كريم هبة الزواوي، تنشكر الاب ديالي من التلاميذ ديال السي سما. طبعا انا واحد من الاسم كريم. شنو تتعمل دابا في التشكيلي كذا؟ نعم اذا اول شيء كنشكركم على هذا اللقاء وهذا الالتفات اللي خصصتها لواحد الشخص اللي ترك الاثار ديالو على الساكنه بالمدينه القديمه لتنشيف حي البيوت خريبكة. نعم اذا انا واحد من الناس اللي تربوا على يد هذا الاستاذ الصماقي. الاسم ديالي حسن مروى، استاذ ماده التربيه التشكيليه بثانويه المسيره بمدينه خريبكة، ويعني كانت مفاجاه بالنسبه لي انني نتلاقى هذا الشخص اللي كان ليه واحد الفضل كبير على مجموعه من الشباب بحي البيوت بالضبط، لان كان كينشط صبحيات كل احد، يعني كانت امور اللي هي كتنقص في ديك الفتره، ولكن هو خلى واحد الاثار كبير على انفسنا حنايا كاملين، وكنتمنوا ليه ان شاء الله انه مزيد من العطاء في الميدان. شكرا على هذه الكلمه المقتضبه من حاج. تتنظمي النسخة، أنت كرئيسة المنتدى تتنظمي النسخة السادسة للمنتدى الآفاق والتنمية،
واخترت عنوان التيمة الكبيرة هي تلاقح الثقافات أفق وتحديات، في علاقتها دائما بواحد القامة اللي هو الكاتب العالمي اللي هو محمد بن رادة. بغيت كان تربطي لي العلاقة ما بين هذه الشخصية العالمية وما بين هذا المحور ديال المحور ديال لو تيم ديال المنتدى. اولا مساء الخير، احنا اليوم كنتواجدوا في واحد الندوة اللي هي ندوة محمد بن رادة بصيغة مختلفة، وندوة التلاقح ثقافات أفاق وتحديات. أنا لم أختر هذه التيمة، وإنما هو اختيار لمجموعة من الأساتذة الأجلاء الذين يحضرون معنا اليوم، لأن السي محمد بن رادة له علاقة كبيرة في رواياته بالحديث وبالدراسات المعمقة حول تلاقح الثقافات. طبعا احنا دائما، وخصوصا انه هو له يعني مواضيع عن الوحدة العربية، مواضيع عن اللغة العربية، مواضيع عن يعني عن الثقافة العربية بشكل عام، وحاولنا من خلال هذه الندوات ان نسلط الضوء على مجموعة من المواضيع اللي هي هامة، خصوصا في هذه الأونة بالذات، يعني اللغة العربية، ثقافة العنف، ثقافة يعني الإرهاب، مجموعة من المواضيع. اليوم كما تشوفوا كان الحضور مميز جدا لدكاترة يعني لهم باع كبير في صناعة الفكر واللغة وفي صناعة الجمال والمتعة في الروايات وفي الأدب وفي النقد، مثل الدكتور سعيد يقطين، الدكتور الغنيمي عبد الرحمن، الدكتور حسن البحراوي، الدكتور عثمان أشقرة، الدكتور الدريج محمد، ومازال الندوات مستمرة لغاية المساء، ويعني حتى الحضور الحمد لله يعني حضور نخبوي متميز لمدينة خريبكة. وطبعا لا أنسى الحضور ديال المثقفين ديالنا الفخرين لمدينة خريبكة، والمناقشات ديالهم والمشاركة ديال الدكتور البيتي محمد والدكتور الشرقي النصراوي اللي أثروا النقاش واللي كانت مداخلتهم قيمة. الملتقى الثقافة العربية في دورته السادسة كينظم مجموعة من الأنشطة، منها معرض الكتاب بتنسيق مع اتحاد كتاب المغرب، الخزانة الوسائطية بن خلدون، أيضا معرض للفن التشكيلي وورشة تكوينية للفن التشكيلي، وهناك ورشة مهمة جدا في وضع نطاق لثقافة التلميذ بين المناهج التعليمية والهجمة المواقع الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي. وما زلنا مع أمسيات شعرية، أيضا البارح كانت أمسية شعرية حاضرين فيها شعراء من المغرب ومن خارج المغرب، وكانت أمسية يعني دافئة جدا، تخللتها مجموعة من الفقرات الفنية. وأخيرا يعني كنتمنى أنكم تتابعوا مازال الندوة الثانية. أشكر الأستاذ مصطفى الزواوي على المتابعة عن جريدة أصوات. نعم، شكرا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم محطة أصوات. داود عصمت، رئيس مجلس إدارة جريدة الحدث الوطني، ومقدم برنامج قضايا الساعة في تلفزيون مصر الحياة في مصر. المشاركة أتت نتيجة دعوة تلقيتها من الأستاذة الكريمة ياسمين الحاج نائب رئيس المؤتمر، ولبيت الدعوة فورا وأتيت إلى المغرب، وهذا شيء يشرفني حقيقة. هذه هي الزيارة الأولى لي للمغرب، لكنها إن شاء الله لن تكون الأخيرة. أتيت لكي أشارك في هذا الملتقى المهم، حيث أنه يكرم شخصية قيمة وقامة على مستوى الأدب العربي، لا تقل إطلاقا عن مثيلاتها في مصر، مثل نجيب محفوظ وأنيس منصور وكثير من القامات الأدبية في مصر. ولكن بكل أسف، وده الكلام اللي أنا قلته في مداخلتي الآن، بأن هناك قامات في المغرب لا نعرف عنها شيء في مصر، وهل هناك قصور منا أم من الجانب المغربي أم من الطرفين؟ على كل الأحوال، في مداخلتي تأكدت من أن هناك قصور بالفعل، وأننا كلنا مشاركين فيه. تصوراتي في نهاية هذا المنتدى أو الملتقى أننا نعمل سويا على نقل هذه الثقافات إلى مصر،
وأن نعمل على تسليط الضوء على مثل هذه القامات في المغرب حتى يعرف المواطن في مصر أن الثقافة بعد أن كانت تنطلق من مصر فقط كقاعدة لانطلاق الثقافات إلى سائر الأرجاء في الوطن العربي، لا، هناك في ثقافات وهناك في أدباء وهناك في كتاب على نفس القيمة والقدر من العلم والدراية والرؤية في الدول العربية الشقيقة. شكرا شكرا سعادة الصدر. تفضل. محمد رفعت من مصر، مستشار قانوني ومحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، رئيس فرع منتدى الأفاق للثقافة والتنمية بمصر، متبني قضية الدفاع المجاني عن الجالية المصرية المقيمة في مصر. كنا أصحاب هذه المبادرة وكوننا لجنة الدفاع بتعاون مع منتدى الأفاق للثقافة والتنمية في دورته السابقة بالعام الماضي، وهذا العام نشارك في الدورة السادسة، دورة الكاتب والناقد الكبير محمد برادة تحت عنوان تلاقح الثقافات أفاق وتحديات. هذا المنتدى دائما يكون عند مستوى الحدث، ودائما يكون عند مستوى المسؤولية، حيث يسلط الأضواء على الأدباء والكتاب العرب ذات القيمة الحقيقية التي لابد أن يعي المواطن العربي أن في جميع أوطان بلاده العربية وجميع الأقطار العربية تنضب بكثير من نقادنا وأدبائنا ذات القيمة الحقيقية التي تستحق القراءة وتستحق تسليط الضوء. التباين في الثقافات بات ملحا في ظل هذه العولمة التي تعيشها الأمة العربية من تدفق ثقافات غريبة علينا، فبات علينا ولزاما علينا أن نتكاتف جميعا في تلاقح ثقافي بين جميع أقطار الوطن العربي لتحقيق التكامل العربي الثقافي في مواجهة ما يوجه إلينا من ظواهر غريبة تريد أن تفكك أوطار هذا الوطن العربي وتجعله إلى دويلات صغيرة. فلم تعد أي دولة أو أي مملكة بعيدا عن الهجمات الغربية الشرسة التي تحيق بمثقفينا وتحيق بمواطنينا، فلا بد علينا أن نتكاتف جميعا. هل تقصد برسالتك يجب إحياء القومية العربية مثلا؟ فكرة إحياء القومية العربية، ففكرة التباين الثقافي والتفاعل الثقافي لا تقل أهمية عن تحقيق التكامل الاقتصادي والتكامل السياسي والتكامل العسكري. فالتبادل الثقافي لا بد أن نكون للفرد الوطني العربي ثقافة قومية عربية تعي حقوق وطنه الأكبر مع الاحتفاظ بخصوصية وحقية كل وطن عربي. فلا نقول نقضي على هوية ثقافية لقطر معين، بل نقول نخرج بهوية جديدة، هوية تسع الوطن العربي بأجمعه مع الاحتفاظ بهويات كل أوطاننا. هذا بات ملحا وهذا بات ضروريا أن تعي القيادات السياسية وأن تقدم جميع الدعم المادي والمعنوي لمثل هذه المنتديات التي تعقد بالحق مؤتمرات حقيقية نحو التكامل الاقتصادي العربي، التكامل الثقافي العربي. شكرا. وشكرا. شكرا. سي سماقي، بغي انك تقرب لنا من هذه الورشه اللي تتنظم في اطار المنتدى الافاق في نسخته السادسه. تفضل استاذ. اهلا وسهلا. هادو هما الاطفال، وكاع عندهم اختلاف السن، ولكن عبروا واحد التعبير تلقائي باللمس والتعريف على الالوان. نعم. هاد التعريف على الالوان ما قبل يبداو يرسموا خصهم يعرفوا الالوان. نعم. يعرفوا التجانس ديال الالوان. نعم. يعرفوا ذاك الكاريت اللي كاين اللي كيرسموا فوق. نعم. نعم. يعرفوا الادوات والمواد اللي كتستعمل. نعم. والحاضر خصهم حوايجاتهم باش يبقى داك الشيء كله نقي، يعطوا واحد العمل. تبارك الله عليكم. ياك. شنو استفدتوا؟ شنو استفدتي من هاد الورشة؟ يلا نزار، يلا شكون هو الشجاع اللي يعطيني؟ اعطيني. تعلمنا بزاف ديال الحوايج، صرنا في الحفاوجات، تعلمنا بزاف ديال شنو درتو؟ لونتو، رسمتو، قطعتو، وري لي شنو؟ انا نشوف. شنو هادشي؟ اييه برافو. زيد درت هادشي، انتما درتو اليوم؟ مزيان برك زيد. المنصب وليدات بالاوراق. برافو. اذا استفدتوا؟ نعم. مزيان. شنو سميتك؟
وليد. وليد ايش؟ بوغيل. مرحبا مرحبا مرحبا. زيد اعطيه وجهة نظر ولا الفم عامر؟ صايبنا الوليدات مزيان. فرحان انت دابا؟ فرحان مزيان. برافو برافو. شكرا. لانه فعلا قد اسسوا لي فعلا ثقافي متميز في هذه المدينه، وانا اتابع من زاويه اخرى بحكم عضويتي في اللجنه الثقافيه بمجلس العلم المحلي. استاذي يقطين واستاذي مصراوي تكلموا عن اجيال من تلاميذ الاستاذ، ووجدتم أستاذ البصراوي صعوبة في أن تتحدثوا بعد هذه الأهرامات، فكيف أتحدث أنا؟ أنا من الجيل الثالث من تلامذتي الأستاذ، وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، يعني من خلال القراءة فقط ومن خلال المتابعة. تحدث أستاذي الكريم عن زاوية أخرى للنظر، وأنا استأذنت أستاذي بالأمس أن أتحدث عن زاوية أخرى غير مألوفة بالنظر إليه، فأذن لي أن أتحدث إلا لما كنت أتحدث. أستاذي الجليل من مواليد 39 بالرباط، يعني لم أخطأ 38 بالرباط، أنا نقص لك عام. نعم، ولكنني مع ذلك أنا لم أحاول أن أقول لما أبراقي فاعذروني، فلست بالمتحدث المفوه والنبيق. أستاذي كتبتم المعطف البالي وأنتم ابناء 18 سنة أو 19 سنة أو أقل في جريدة العالم، فالفعل الإبداعي لم يبدأ مع لعبة النسيان وإنما بدأ قبل ذلك بكثير. وعند حصول المغرب على الاستقلال كنتم في رعان الشباب. أسئلة الاستقلال هي أسئلة اختيارات، أسئلة اختيارات قوية جدا، تمثلت في المجال السياسي، صراع بين مكونات حزب الاستقلال وحزب الشورى الاستقلال، وداخل حزب الاستقلال بين شق سمي بين مزدوجتين حداتي، وشق بين مزدوجتين سمي أصالتي أو أصالوي أو حسب تصنيفات. بطبيعة الحال من يصنفون أستاذي يصنفون بأن انتصر للجانب الحداثي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة أمل كحلة من جمهورية مصر العربية. جينا هنا مع الشعب الجميل المغربي في الملتقى السادس للثقافة العربية، دورة الكاتب محمد برادة تحت شعار تلاقح الثقافات آفاق وتحديات، بقيادة الدكتورة السفيرة ياسمين الحاج. دعتنا من جمهورية مصر العربية، احنا وفد مصري جايين وبنتقابل هنا عشان نشارك في ورش العمل ونشارك في جميع الحاجات اللي هي بتعملها ونوصلها لبلدنا الحبيبة مصر أم الدنيا، نوصلها للمؤسسات، نوصلها للجمعيات. تعالوا هنا احضروا معنا علشان هنا كل حاجة جميلة، بلد جميلة بناسها بكرمهم باستقبالهم بكل حاجة حلوة، حتى اللي بيسجل معايا ما شاء الله وشه وسمع. شكرا شكرا شكرا. شكرا ليك. ومحب ما عرفتش جورنال أصوات دكتورة أمل كحلة رئيسة مؤتمر سفراء الشباب والمرأة العربي الدولي، رئيسة مؤسسة الأمل للتنظيم والدراسات وعمل المؤتمرات، رئيسة مؤسسة أمل بلادي الخيرية، ورئيسة دي بقى ملهاش دعوة بالموضوع شركة مقاولات. نعم. والحمد لله ريبورتوار كبير. الحمد لله. نعم نعم. شكرا. شكرا على سعة الصدر. وتتمنى لك جريدة أصوات وطاقم جريدة أصوات حظ سعيد ومتعة في مغربك الثاني. شكرا. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.